تفضل استاذ. قال وتقوم السلع اذا حال الحول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: أتقوم السلع إذا حال الحول بالأحق للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به؟ قال ابن قدامة رحمه الله، يعني إذا المسألة هنا عنده تدور على عين واحدة، وش هي العين؟ الفقير. الأحظ للفقير، الأحظ للفقير، لأنه الفقهاء يختلفون في ذلك، هذه مسألة خلافية، لأنه البعض يرى أنها تقوم بالذهب، والبعض يرى بأنها تقوم بما اشتريت به، قول الشافعية والمالكية بما اشتريت به، لأن المسألة في الأثمان، يبقى بما اشتريت به تقوم. لكن الحنفية والحنابلة يرون أن أصل عمدة الزكاة مواساة الفقير، فإن كانت عمدة المسألة على مواساة الفقير إذن تقيم بالأحظ للفقير. فضل. قال يعني إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصابا ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها. قال ولا فرق بين أن يكون اشتراها بذهب أو فضة أو عروض. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله. فقال الشافعي رحمه الله: تقوم بما اشتراه من ذهب أو فضة، لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به، فيجب أن تجب الزكاة فيه وتعتبر به كما لو لم يشتري به شيئا. قال يعني إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها. إذن المسألة ليست دائرة على الصنف، المسألة دائرة على شيء واحد ألا وهو ما هو الحظ للفقير، وكما قلنا لأنه الأصل أنها مواساة في مال الغني للفقير، فلا بد من إيصال هذه المواساة في هذا الباب، ولأن الله جل وعلا جعل بها سد الإعواز. شوف كيف مسألة التكافل الاجتماعي، أحد يفعل بها، بس أحد بس يفعل بها زكاة رجل أعمال بأمواله، لو أدى زكاة ماله حقا لا يبقى فقير في المسلمين. خمسة من دول الخليج والشام وفي مصر أيضا من رجال أعمال هؤلاء، خمسة منهم يؤدون الزكاة تأدية صحيحة وتصرف في أهلها، ما يبقى فقير في المسلمين، ما يبقى فقير. لكن أنا عمال نجيب طائرة خاصة وطائرة عامة، فاهم حضرتك، ونادي سوشيال مش عارف ايه، ونادي الأموال كلها تذهب يمين ويسارا في هذا الباب، وما أدري هل يحتسبونها زكاة أم ماذا، أنا ما أدري. النفقات الهائلة اللي بتحصل، أنا بتكلم على أن الكرة أنفق فيها أموال المسلمين راحت في الكرة، يقولون لا أنت مش دول ناس عباقرة، ده اللي بيعملوا ده بيدفع الفلوس دي وبياخد خمسة أضعاف في الإعلانات. إعلانات يا مغفر بنص فرنك أصلا المال اللي بينفق، لو عملت إعلانات من هنا لغاية ما 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 ما, ما خرج الدجال، لا يعني فاهم حضرتك، لا يمكن أن يفي بالمال الذي أنفق يا ابني. دي قصور وعبور وحبور وحور وأموال تدور، والناس عندنا إيش؟ تحول وتمور. هذا هو شوف التكافل الاجتماعي يقول هنا الآن لابد أن ننظر ما يكون حظ الفقير، لابد أن نعطيه. فلذلك دار الأمر عندهم على غنى الفقير، على مسألة اغنى المسلم. لما أمشي كذا أنت تمشي وأنا أمشي، أرى منتقبة جلسة في الأرض تضع مناديل أو تبكي، يعني أو تقرأ القرآن وهي منتقبة وأنت تراها كذا، ماذا تفعل؟ يعلم الله بالقلب الذي يحترق أن ترى هذا المنظر، لكن ما في إلا صبرا فإن الجنة الموعد في هذا الباب. لا، لكن أيضا من لم يلتفت لأمثال هؤلاء، كم وأنا أمشي على الرصيف أجد رجل عاري ونايم على الرصيف، ما يجد غطاء يغطي نفسه،
وآخر فقط عنده سادة وضعها على الرصيف ونازل تحت الرصيف بس يفترش الأرض حتى الرصيف ما التحفوش جعله سادة فقط، وآخر بي 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 بيرى يبحث عن رزقه في الزبالة. أجلكم الله. المسلمون أغنياء أثرياء أثرياء. أنت لو نظرت إلى أغنى أغنياء العالم لأنت لو وجدت 10 عد 10 هتجد 9 منهم أو 8 من أهل الإسلام. كيف 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 يعني كيف لا يشعرون بهؤلاء الفقراء؟ وعشان تعلم كيف هذه الشريعة الغراء، من حكم بها ومن طبقها في الناس كان المسلمون أسعد الناس، وكانوا أرقى الناس، وكانوا من أعلم الناس، لأن كل واحد أصلا عنده الكفاية يفكر في الإبداع. كل ما يكون عنده الحاجة الإبداعات بتنخفض، إلا من امتلك قلبه اليقين في الله جل في علاه في هذا الباب. فانظر هنا، هذه مسألة عظيمة جدا، يبين لك يعني قمة الشريعة. لذلك قال العين في هذا على الأحظ للفقير، لابد من غناه، لابد من غناه ولا يترك، لابد من غناه. فأنت طبعا قلبك يحترق إن كان هؤلاء، وإن كانوا من أهل العلم أكثر وأكثر فيهم الحاجة والإعواز. ولذلك أنت ترى تترد عن هؤلاء، عبد الله بن المبارك تترد عن الليث بن سعد، كانوا يتاجرون. ابن مبارك يقول والذي نفسي بيدي لولا 4 ما تجرت بهذا المال، ما تركوهم يتمندل بهم الأراذل. ومالك كان يبعث لليث يقول زد في عطائك فإني سأزوج ابنتي. ليس كان يتعهد كل عام عطية لمالك، غنى لمالك، مالك الدنيا كلها بتضرب إلى مالك عالم الدنيا، وهو لأنه عارف أن المسألة مصبها عند الله ومفتاحها الله ونهايتها عند الله. فاللي بين ليس وبين مالك الله، يبقى إذن لا كسر لا انكسار لا ذل لا مهانة وأيضا لا إعواز، سيغنيك. فبعث إليه قال ضاعف العطاء فإني أزوج ابنتي. ليس ضاعف مضاعفة العطاء لتزوج ابنة مالك. لما المبارك وجد أن إسماعيل بن علي استلم القضاء، بعث إليه بأبيات قتلته. فذهب للأمير يبكي وقال رأيت كبر سني وانحناء ظهري وانكساري، لا أقوى على النار، حلني مما أنا فيه. فترك القضاء. هذا زمه مزمة شديدة. تعال أنت واحد بس تقول له اخترت أنت الآن من القضاء، اخترت القضاء خلاص انت الموضوع، رجل امتلك الدنيا في هذا. فقال حلني، حتى تركه. فأرسل إلي عبد الله المبارك بعد ذلك بالمال والعطية مرة ثانية. الغرض المقصود بأن الشرع يكفي المسلمين، فلذلك ما نحتاج إلا لنصرة الله حقا عشان يعود الشرع كما كان. لأن لما يعود الشرع أنت ستبقى في عزة. أنت ليه متسلط عليك من لا يحكم بشرع الله عليك، سواء الكافر أو المنافق؟ أو إذا تسلط عليك من لا يحكم بشرع، هذا منك، مني أنا أتكلم، مني أعرف وراجع نفسي، فأقول إذن أحكم شرع الله فيه، مني أنا، ما أتحكم فيه إلا مني. لذلك واجب علينا أن نغطي الدنيا بهذا الشرع ونبينه للناس. أنا كنت ماشي في صلاة الجمعة، شباب بيأكلوا كبار، بس قلت الطعام والخطبة، فقلت لهم يا جماعة الصلاة، وأنا ماشي على أساس أنه خلاص بيأذن، وأنا ماشي أنا بنتهي من الدرس بنزل بيأذن، وأنا أثرت ذلك لا لشيء. كان جاء عمزيز قال لي ممكن تديني فاتوة أصلي في البيت، قلت له ما قال ما فيش ولا خطبة هموت انتهى، ممكن تديني فاتوة أصلي في البيت وراح وارتاح. فقلت له لا اعمل ده ما بعمل، انا بخلص الدرس على قبل اقبال الاذان وامشي. فهو انا ماشي، واحد بقى بيحلو يعني نداني، فقال لي طب وانت فين الصلاه؟ فرحت له قلت له من المتكلم؟ كله سكت، حتى هو ظهر لي قال لي ممكن تاكل معانا؟ قلت له هنيئا مريم، تعالى ما عندك. فلما كلمته بادب وبينت له ان انا اصلي في مسجد فيه جنازات وكده، استحى وقال سنقوم ونذهب نصلي. كما قلت أنا ما أستطيع أترك أحدا حتى لو أنا عاصي وهو يعصي بنفس المعصية سأنكر عليه، وإن كان الأمر فيه يكون فيه الخير. لكن أنا أقول المسلمون هذا الآن من لهم؟ السينما، أنا بعدي على السينما ودي صلاة الجمعة، أمم على السينما
وانا اقول طب اعمل ايه؟ انا ادخل اكلمهم يدخلوني اشوف فيلم تاني ولا حاجه اقول فيه، هقول لهم صلاه الجمعه مش عارف اعمل ايه. مستغرب انه تركين الجمعه. الناس في تيه واحنا السبب. والمشكله الناس ربنا هيضغط عليهم اكثر واكثر، لان هم مش بيعظموا الدين ولا اهل الدين. اي مسبه في اي عالم هتلاقيهم ياخدوها ويعمل لك اذاعه بيها. فشوف الشريعه لو طبقتها اجمل ما يكون، ان الشريعه الغراء ستكفي كل المسلمين، ستكفي كل المسلمين. لكن نحن ابعد الناس عن شريعه الله. وكما قلت وجب تغيير الواقع، وجب نصرة النبي، وجب تصحيح المقدمة، وجب إظهار الحق بطريقة ينضبط بها الحق، ليس فيها فساد ولا إفساد، وأيضا فيها التطبيق على النفس قبل الغيب. الكلام هنا كلام حقا قوي جدا بالنسبة للحنفية والمالكية والحنبلة، لكني لا أقول به، لأن هذا جعل تمحيد النظر للفقراء. والله جل في علا جعلنا عندما ننظر بعيني، فإلغاء عين منها أيضا غير موافق للشرع. بعد شوف تكافل اجتماعي كما قلنا وفي هذا الباب، لكننا سنجعل الغني فقيرا بعد ذلك. أنت تعال هنا الآن قل لأي أخ يعني يجعل النصاب بالفضة، أي واحد معه 5000 هيعمل إيه؟ عليه زكاة صح؟ 5000 ده قالوا لي 5000 مش هيكفي بيت أصلا. واحد ماشي ب5000 يقول له أدي الزكاة وروح خدها من ناحية تانية، مفهوم؟ فالحقيقة أننا لابد أن نقول بأنه تنظر بعينين. فالصحيح أننا ننظر بعين الشراء أو بالذهب، لأنه هذا فيه إنصاف للنظر بالإيش؟ بالعينين. لكن سمحني هنا في قولهم هنا فيه قوة لشيء، لأن في زمانهم إيش؟ الفضة كانت قريبة جدا من الذهب. لذلك أنت لو ترى في شيء يدهش العقل والقلب فيما قاله، لكن انا عارف ان الاخوه ما بتنتبهش لذلك. ايش يا زهر؟ شوف يدهش العقل. هو لم يبلغ نصاب الفضه فاذا بلغ نصاب الذهب، يعني لم يبلغ نصاب الفضه فاهم، فبلغ نصاب الذهب. يبقى هذا في الواقع عندهم ان كان في قرب جدا بين الفضه، لكن عندنا الان الامر اصعب ما يكون. الفضه 15 ساق، والذهب بيتنامى الى السماء. نعم تفضل. ولذلك اعطيني نصاب الفضة كم ألف يا شيخ؟ معلش أنا آسف عشان بس الناس تتصور كم. أنا كأني عايش في البورصة، كل اتنين ماسكين تليفون وعمالين شغالين فاهم وأخبرني. حسام قال 10500. الآن قل لي لما يمتلك 10000 أنا أقول عليك الزكاة. بالله الذي يمتلك 30000 فقير جدا كمان. نعم ده لو عنده بيت وأولاد ومدارس ومرض ونفقة. ماشي. والحق انه ايضا لا يكون غنيا بها، لا يكون غنيا بها، فيبقى احنا ما نظرناش بالعين الثانيه، مفهوم؟ ماشي اتفضل. قال ولا فرق بين ان يكون اشتراها بفضه او بذهب او فضه او عروض. وبهذا قال ابو حنيفه رحمه الله يعني جعلها بالقيمه وجعل الاحظ بالفقير حتى لو بالعروض، الاحظ للفقير هو القائد لهم في هذا الباب في التقييم. فقال الشافعي رحمه الله يقوم بما اشتراه من ذهب او فضه، لان نصاب العروض مبني على ما اشتراه. نعم. يجب ان تجب الزكاه فيه وتعتبر به كما لو لم يشتري به شيئا. نعم. قال ابن قدامه رحمه الله ولنا ان قيمته بلغت نصابا فتجب الزكاه فيه كما لو اشتراه بعرض، وفي البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمه العرض لاحدهما نصابا، ولأن تقييمه لحظ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل. يعني هو بيقول في هذا الباب إذا قلتم على التقييم بالشراء نحن نقول قيمته بلغت نصابا فتجب فيه الزكاة، لأنه الأصل في عروض التجارة الزكاة فيها في إيش؟ في عينها أم في قيمتها؟
في قيمتها. قال بأن العروضة عندنا سواء أشتراها ذهب أو فضة عروض قيمناها فالقيمة بلغت إيش نصابا فاستوجبت زكاة، ولأن الزكاة في قيمتها لا في عيني مش عيني خلاص هي خلصت خلاص كده كده ظهر الأمر في قيمتها لا في عينها طبعا، فالزكاة في قيمتها لا في عينها. فلو كان هو اشتراها بذهب أو فضة أو بعرض قيمها فلما بلغت القيمة النصاب قال عليها زكاة استوجب الزكاة. يعني هو بيقول لو أنت أنا بقول لك الحظ في الفقير أنت بتقول لا أنت قيمها بالشراء اشتراها بذهب بفضة بما اشترى به، نقول له الآن خلي العرض موجود قيمته بلغت نصابا استوجبت الزكاة ولا ما استوجبت؟ استوجبت الزكاة، ولأن هذا فيه ده كلامهم، ولأن هذا فيه تحقيق مقصد الشريعة. ما هو مقصد الشريعة؟ تكافل سد إعواز الفقراء، لذلك قدمنا حظ الفقير على النظر لمال الغني. نعم. قال وأما إذا لم يشتري بالنقد شيئا فإن الزكاة في عينه لا في قيمته بخلاف العرض إلا أن يكون النقد معدا للتجارة، فينبغي أن تجب الزكاة فيه إذا بلغ. ما هو النقد؟ الذهب والفضة. فهو بيقول إذا لم يشتري بالنقد شيئا فإن الزكاة في إيش؟ في عينه لا في قيمته بخلاف العرض على أساس أنه الثمن يعني ماشي. إلا أن يكون النقد معدا للتجارة، لأنه لو عد للتجارة فالزكاة في قيمته لا في عينه. نعم. فينبغي أن تجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته بالنقد الآخر نصابا. نعم. وإن لم تبلغ بعينه نصابا لأنه مال تجارة بلغت قيمته نصابا فوجبت زكاته كالعروض. قف عشان تتصور المسألة، عنده قطيعة سبيكة ذهب، سبيكة الذهب طيب لم تصل 25 جرام ذهب، لم تصل إلى 20 إيش مثقال، وقيمتها فوق 200 درهم، يكون عليها إيه لما؟ لا ما كده خلاص كده أنا فهمت كده مش حظ الفقير. ها 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 ماتوا خلاص. أولا أن الزكاة ليست في عينها ولكن في قيمتها، فقيمتها بلغت النصاب إذن وجبت الزكاة. تفضل. وأحسن ما أرجع لكوش عشان نرتاحوا وترتاحوا عشان ترتاحوا. يا شيخ المحل ده قلنا الزكاة إزاي؟ نعم ما هي بيناها، لو كنا الذهب هذا الذهب الذي عند الصائغ ليس للعين، الذهب الزكاة في قيمته لا في عينه، فبيقوم كل هذا الذهب بيقوم والزكاة تخرج ربع العشر على التقييم. ها المصنعية ليست داخلة في هذا الباب، المصنعية ليست داخلة في هذا الباب، وده في خلاف بالأئمة الأربعة فيه. الصنعة هل تعتبر؟ صحيح انه لا دخل فيها، لا دخل فيها، اقل سعر بيع. اذا قلنا القيمة واحدة عندها ذهب في هذا الباب بتقيس الزكاة على قيمة الذهب مش المصنعية، لا الزكاة على قيمة الذهب. سيب التاجر ده كلام اخر، لا عندها دلوقتي امتلكت 200 جرام، فنقول لها احسبي قيمة الذهب كم، مفهوم؟ ولا تحسب مسألة المصنعية، أنا بيعه كذا وشرب كذا، قيمة الذهب كم تخرج الزكاة. أما التاجر فالتاجر له صنعة بيبيع كالسيارة التي أتى بالسيارة في مصر وأغلقها في مصر اللي هو اسمه تأفيل صح كده، أو وضع فيها خرطوم وضع فيها ما وضع فعلى السعر بذلك، فأنا بنقول له أقل سعر بيع هذا اللي تفعله. أنت بتبيع الذهب بكام؟ لأن أنا ما بتكلمش عن الذهب الآن، لما قلت للمرأة أخرجي الذهب ما قلت لها أخرجي القيمة، قلت لها أخرجي الإيش، وأنا لما بقول لصاحب الذهب بقول له أنت بتخرج من إيش القيمة، يبقى بالبيع بسعر البيع. شوف أقل سعر بيع والديون كما قلنا نطرحها مع زائد المال السائل في رب في 41 تطلع الزكاة. ماشي. ما هو اسمعني، طالما قلت أقل سعر بيع دخلت المصنعية في البيع، انتهى الموضوع، لأنه هو بيبيع بكده. أنا بقوله دي سلعة تجارة عندك بتبيعها بكام؟ قال لي أنا ببيعها ب50 و40 و35،
أنا أقول لك أن تجعلها بأربعين أو بخمسة وثلاثين، مفهوم؟ هذا. قال فأما إذا بلغت قيمة العرض نصابا بكل واحد من الثمنين قومه بما شاء منهما وأخرج ربع عشر قيمته من أي النقدين شاء، لكن الأولى أن يخرج من، هو يقول يقول فإذا بلغت قيمة عرض نصابا بكل واحد من الثمنين بالذهب والفضة مخير بين هذا وذاك، لكن هو بيقول له طالما قلنا ان التأصيل العام على الاحظ للفقير يبقى نقد البلد احظ بايش؟ الفقير. شو انظر العملة المتداولة بين الناس ومستعملة اعطيه اياه، لانك بتيسر عليه النفقة، ما بتكلفوش شيء اخر للتغيير والتحويل، فهذا كله للاحظ الفقير. لكن الأولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد لأنه أحظ للمساكين، وإن كان مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال، لذلك فإن تساويا أخرج من أيهما شاء. نعم. وإذا باع العروض بنقد وحال الحول عليه قوم النقد دون العروض، لأنه إنما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره. يعني هو باع العروض بنقد وحال الحول على النقد البديل اللي هو الذهب والفضة، وهي ايه؟ عروض تجارة. يعني هو بيقول هنا وحال حول قوم النقد بايش؟ دون لانه انما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره. مفهوم المسألة؟ ملك عرضه ما حالش عليه الحول، باعه بنقد بذهب وفضة، خد الذهب وكان نصابا فحال عليه الحول، يقوم بإيش؟ بقيمة النقد، قيمة النقد، لأنه حال عليه الحول ليس بالعروض اللي عنده. شيخنا هو يعني هو عنده عروض دلوقتي وبلغت قيمة النصاب، باع العروض بنقد. باع العروض كلها بنقد، بنقد والعروض ما بلغتش القيمة، يعني هيكمل هيعمل نصاب جديد ولا هيكمل؟ أيوه، هو الآن لما باع بنقد والنقد ده نصاب، حال عليه الحول. هو بيقول وحال عليه الحول، اللي يقوم ايش؟ النقد ولا العرض؟ اللي حال عليه الحول، الحول حال عليه على النقد، يبقى يقومه. ولان عروض، ها، بعروض صار عرضا. يعني اللي انا اقصده الان النقد الذي عنده هو للقنية ولا للتجارة؟ اشترى العرض بايش؟ بنقد، او باع العرض بنقد بذهب وفضة. عشان احنا المشكلة بنشوفها على المعاصر، لان كان النقد ده عندنا اللي هو المال الذهب والفضة، وده مش صحيح، اللي هو الورق الجنيه الدولار. النقد ده هو ايه؟ او الذهب والفضة يقيم. يعني هو لو اشتراه بايه؟ ما هو دلوقتي الان هو بيقول النقد انا بخرج في عينه. متى بتخرج في عينه؟ متى بتخرج في النقد في عيني؟ لا، متى؟ ها؟ لا، وحتى لو كان اصلا لما يكون اصلا مش عرض، هو عندي انا املكه، فاهم؟ فلو انا بقى اشتريته على انه منتوج من التجاره، يبقى فين بقى؟ لا، الزكاه هتكون فين؟ على ايه؟ قيمته. فانا بقول له انا لا اقوم الا من، استغفر الله، لا اقوم الا ما حال عليه الحول. انا لا اقوم الا ما حال على الحول، لان الزكاه لا تكون الا بايه؟ الا بحولان الحول، لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. لما حال الحول كان عندي الحول حال على النقد مش على العرض الموجود، لان العرض اتباع اتغير مش على العرض، يبقى التقييم يكون عليه، يقع عليه على النقد، لانه حال على الحول. افهم يا نصير، استلزمت الزكاه عليه متى؟ انا عليا في العرض معلش. صوره ماشي، ماده التكييفات جنبك، بعنا التكييفات وخدنا خوات المفاضل، بدأ خدت السبيكه ده. انا هعمل الحول اصلا، انا التكييفات او العرض ده ما مرش عليها حول. ايوه بعته وما مرش عليها الحول. أيوة، الدهب بقى فضل عندي حول. يعني الحول ده اتلغى خلاص؟ خلاص، هو لانه ما فيش حول اصلا. هبدا الحول في هبدا في التقييم في اللي حال على الحول. انت متى تقيم لتخرج الزكاه؟ متى؟ عند مرور الحول. انتهى الموضوع. هو ده بقول لك ما مرش الحول الا على النقد مش على العرض، يبقى قيم فين؟ وعندي عروض ما مرش على الحول.
لانه الحول بيحسب من النصاب. ما تفهم يعني هو اشتغل بالذهب هذا كان نصابه ايه بالله راح فين يعني عند بيع العرض بعرض انقطع الحول او لا انقطع الحول. هنا في افهام الجنس هذا بقى مساله امر الجنس. ترى معروض تجاره لا ينقطع الحول. غير الجنس معاه عروض تجاره سيارات اشترى بها بهائم باع بالبهائم انقطع الحول اتغير الجنس هيطلع يا عم في عينيها الله. شوف لو تغير التجارة اسمعني الأجناس في عروض التجارة في عروض التجارة لا ينقطع بها الحول. لما بعت تكلفات وخدت الخواتيم الحول بس لكن هطلع على قيمة الخواتيم. فهمت؟ يعني هكمل الحول الأولاني. أي نعم هو ويبقى الحال الحول على إيه بقى؟ اللي في إيدي لما حل الحول. التجارة اللي لما حل الحول كان في إيدي إيه؟ النقد. خلاص يبقى هنقومه. انا فهمت شيخنا اللي هو لازم يعدي حولي تاني على الذهب. لا 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 التجاره لا ينقطع حولها بالتبديل اصلا نماؤها في التقليب. اصلا التجاره عروضها نماؤها في التقليب. لا لا ما في فلا فصل ما اذا اشترى عرضا للتجاره بنصاب من الاثمان او بما قيمته نصاب من عروض التجاره بنى حول الثاني على حول الاول. اذا اشترى عرضا ايش؟ لو اشترى عرضا للتجاره بنصاب من الاثمان او بما قيمته نصاب من عروض التجاره بنى حول الثاني على حول الاول. لما؟ ها؟ بكلها عروض لا ينقطع الحول بها. ماشي. لان عروض لو فرع عن الاثمان. ماشي يعني كالمستفاد الحول واحد. قل الصوره. قال اذا اشترى عرضا للتجاره بنصاب الاثمان معاه مليون جنيه واشترى بهم تجاره. اشترى سيارات بمليون جنيه بالاثمان ولان المساله فيها العروض كلها في ايه؟ في القيمه الاثمان كلها على الاثمان. نعم. ست شهور مع مليون وبعد كده بعد ست شهور هتشترى السيارات انقطع الحول او لا ينقطع؟ بس احنا لازم نتكلم في هذا الباب ان المليون اللي عنده ده ايش؟ نصاب. اشوف هو قال بالاثمان بنصاب فمن قوته نصاب قال هذا كانه فرع عنه في النماء فلما جعله فرع عنه قال الحول لا ينقطع. دي ستة شهور أخذها هيبقى إذا حال ستة شهور حال الحول ويبدأ يقيم ويخرج الزكاة. قال وإذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة ماشي بنى حول الثاني على حول الأول ماشي يعني كان معاه عروض تجارة تبرغ خلناها بيناها ماشي لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمتها وقيمته هي الأنفاق الأثمان هي ايه قيمته الاثمان نعم الاثمان نفسها وانما كانت ظاهره فخفيت فاشبه ما لو كان يعني كانت ظاهره فخفيت فين في السيارات فخفيت في المكيفات مفهوم نعم فاشبه ما لو كان له نصاب فاقرضه لم ينقطع حوله بذلك يعني هو النصاب الذي يملكه اعطاه لميسور واقرضه ده على غير ما تبناه من الدين ليس فيه زكاه فيقول الآن لما أقول له خرج الزكاة ها على إيش على حوله حوله لا ينقطع أفهم ماشي. قال وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب ماشي لأن القيمة كانت خفية يعني إيش الحكم يعني يعني ترتب الحول على الحول هو بقى نبني على الحول هو. قال وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب لأن القيمة كانت خفية فظهرت أو بقيت على خفائها فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه إنسانا آخر ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليد وده صحيح التجارة وشوف لا نماؤها في البيع والشراء في البيع والشراء في التقليد ولو كان اللي هو اسمه إيه عند الملكية مصير اسمه ايه عند الملكية المدير يعني هم يفرقون في الزكاة بين المدير والإيش والمحتكر لا عنده المحتكر لا زكاة فيه حول واحد وانتهى الأمر المدير كل عام كل حول عليه الزكاة وطبعا أصلا الأئمة الثلاثة يخالفونه في التفريق نعم قالوا لأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقريب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان الساب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها
لأجله يمنعها لأجله. لأن الزكاة لا تجب إلا في مال النامن. ممتاز. وإن قصد بالأثمان غير التجارة لم ينقطع الحول أيضا. يعني إن قصد بالأثمان غير التجارة بيقول لم ينقطع الحول. لما لم ينقطع الحول؟ لأن الأصل فيه في الأثمان. الأصل في الأثمان يبقى حول وحول الأثمان. وقال الشافعي رحمه الله ينقطع حولا واحدا. هو الشافعي قال ينقطع لما للتغير لأنها اتغيرت. وإحنا نقول له ابن الحول لما يكون نيتك تجارة كما بنقول له أصل الزكاة في إيه؟ في الأثمان. أصل الزكاة في الأثمان. نعم. وقال الشافعي رحمه الله ينقطع حولا واحدا لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته. فقطع الحول بالبيع به كالسائمة. يعني هو قاس على أنك بعت تجارة بإيش؟ بسائمة. التجارة الزكاة فيه عينها، والسائمة الزكاة فيه العكس. التجارة الزكاة فيه ممتاز، والسائمة التجارة فيه الزكاة فيه. فاختلف فانقطع الحول. ده اللي قاله الشافعي. هو قاله لا، حتى لو لم ينتهي التجارة فالأصل أصلا المال الذي بيدي، حتى لو جيت أنا وأعطي الزكاة عنه وأكون مالك لي قنية طيب وأردت وده ملك، هقول الزكاة فيه تكون بقى فين؟ في الأثمان. ده يعرف في الذهب. لو اشترى الذهب لغير التجارة هيكون في زكاة فين؟ في إيش؟ هو الثمن أصلا هو أصل الزكاة، فأنا سأعطي الزكاة على ثمنه. نعم تفضل. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها، فلم ينقطع الحول ببيعها به كما لو قصد به التجارة وفارق السائمة. لحظة، وين وجه المشاكلة هنا مصير؟ أين وجه الموافقة يا عبد الرحمن؟ وين وجه الموافقة؟ أنا أريد وجه الموافقة فقط. أنا أعد جميع العرض. وين وجه الموافقة؟ ماشي ماشي. كما أن الحول ينقطع إذا اشتريت بالثمن عروضا، كذلك ينقطع إذا بعت هذا عروض لا. هو بيقول وجه الموافقة عنده هنا بيقول إيش؟ بيقول الزكاة فين؟ في القيمة. ولما اشترى على غير نية التجارة فيها القيمة، فالأمر بقى إيش؟ بقى واحد. زي ما قلنا الذهب أنا لما هخرج عليه ثمني ومعي الأثمان في ثمني. فهو بيقول شوف بيقول له هذه تنزل منزلة التجارة. ليه؟ وين وجه الموافقة؟ لأن الزكاة في التجارة على القيمة، وهنا وافق القيمة، إذا نكون على التجارة. فهمتم وجه القياس؟ طيب هو بيقول له الآن أنا اشتريت بالأثمان، شوف وإن قصد بالأثمان غير التجارة، قصد بالأثمان غير إيش؟ يعني اشترى شيء بالثمن وقصد به غير التجارة، هل نخرج عليه الزكاة ولا ما نخرجش عليه الزكاة في هذا البلد؟ هو الشافعي يقول له لا تغير، وينقطع الحول هذا لمسألة الاختلاف، كأنه اختلف الإيه؟ الجنس. لما انتوى أنه غير التجارة قلنا ما في زكاة عليك، لأن زكاة على العروض، صح ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا لا، انظر أنا طالما ثمن الزكاة فين؟ في الثمن، في نفس الثمن. فهمت؟ فهنا بيقول للشافعي لا، انت 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 قستها قياس ابعد من قياس اللي انا قسته. انا قسته قياس اقرب، انت قستها قياس ابعد. كيف؟ انت قستها على تغيير الجنس. كرجل معه عرض فباعه بايه؟ بسائمه. تغير الجنس ولا ما تغير؟ توقف الحول ولا ما توقف؟ توقف. فقال له ولما تقيس بذلك؟ لأنه قال له أنت غيرت النية في التجارة. قال له لما تقيس بذلك؟ بل قسها على مسألة أقرب من ذلك، ألا وهي أنها القيمة واحدة. أصلا الزكاة في الثمن للقيمة، ولما غيرت ومعي ثمن أنا زكاتي هتكون فين؟ في القيمة. فهنا قسها على التجارة، لأن الأصل أنا كأني بعت للتجارة، بعت العرض بعرض للتجارة، لأن الأصل ليس في التجارة ولكن فيه في القيمة، فتوافق في مسألة القيمة. يبقى أبعد مسألة اختلاف الجنسين للتوافق بأن الزكاة في شيء واحد، ألا وهو القيمة. هو ده وجه الموافقة، أنه قال أنا أصلا لما بخرج في الثمن لأنه ثمن، وبخرج في قيمته، صحيح؟
قال يبقى إذن الاتفاق في القيمة كأنها عرض بعرض للتجارة. يعني إيه إيه إيش الأثمان؟ ها الذهب والفضة. الآن أنت بتخرج عليه ها على القيمة، على القيمة. لذلك بيقول لك بلغ شم مثقال على القيمة. فهو قال كانت الزكاة في ثمانية تعك من العين اللي بتتكلم عنه، لا ده أنا بخرج بقيمتها. لما قال بخرج بقيمتها يبقى إذن أنا حتى لو ما انتويت بشراء الأثمان التجارة هي أخذت حكم التجارة. إيه حكم التجارة؟ ها النوام أن الزكاة متعلقة بإيه؟ بالقيمة، لأنها ثمن. يبقى الثمن أنا متعلق فيه بإيه؟ بالقيمة. يبقى حتى لو ما انتويت بالتجارة الثمر جاءت، الثمرة واحدة اللي هي إيه؟ ان اخراج الزكاة على القيمة. يبقى اذا نزلت منزلة التجارة، مفهوم؟ اما شافعي قالوا لا، لما غيرت النية عن التجارة صارت ك ك ك ك كتغيير الأجناس. كده ظهرت؟ ماشي تفضل. قال ولنا انه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم ينقطع او شوف قال من جنس القيمة تتعلق الزكاة بها على الأثمان. ماشي. فلم ينقطع الحول ببيعها به كما لو قصد به التجارة. يعني الآن هو أنزل عدم النية نية. ليه ما أنزلها وجيزة؟ أنا شايف أن الإخوة وقفت عايزة تقول اتوكل على الله صلي إيش أقولش. ها ليه ما؟ عشان الثمرة واحدة، وش هي؟ القيمة. فنزل الثمرة منزلة الأصل بس، هذا هو. نعم تفضل. قال وفارق السائمة كأنها من غير جنس القيم. فأما إن أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم يروي به التجارة لم يبني حول أحدهما على الآخر. لما يا أستاذ نصير؟ ما خلصت كده؟ أظهر من شمس النهار. حرام كده بقى، حرام أوجيزة. ليه ما اختلفت الأجناس؟ خلاص اختلف الجنسان، اختلف. هذه في قيمتي وهذه في عيني، فلا يبني الحول على الحول. ظهر الطيب؟ طب الحمد لله. ظهر يا دكتور البحر الهادئ. محدثنا أنا أراك تنام مع 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 محمد بن عقيل، فاهم؟ وتنظر هل محمد عقيل ثقة أم لا، ضعفوا واختلفوا فيه كتير جدا. قال لم يبني حول أحدهما على الآخر لأنهما مختلفان. الحمد لله. وإن أبدله بعرض للقنية ظهر الحول. إذا ما الفرق بينهما مسير؟ لو دققت النظر قال فلو باع، لو باعه شوف قال ولو باع ما كانت زكاته في عينه كالسائمة لم ينوي به التجارة لم يبني حول أحدهما على الآخر. الثاني قال وإن أبدله بقنية بطل الحول. إيش الفرق بين الكلمتين دول؟ السائمة فيها زكاة لكن اختلاف الجنس لم يبني على الحول، أما القنية ليست لها زكاة. ممتاز ممتاز. طالما هي قنية ليست ليش؟ ليست للتجارة فلا زكاة. فإذا قال بطل الحول. تفضل. وإن اشترى عرض التجارة بعرض القنية انعقد عليه الحول من حين ملكه إن كان نصابا، لأنه اشتراه بما لا زكاة فيه فلم يمكن بناء الحول عليه. كيف قال؟ قال وإن اشترى عرض التجارة بعرض القنية انعقد عليه الحول من حين ملكه إن كان نصابا، لأنه اشتراه بما لا زكاة فيه فلم يمكن بناء الحول عليه. يعني حول جديد يبدأ من جديد. هو الآن باع القنية واشتراها بنية الإيش؟ التجارة. ها هيبدأ حولا جديدا بذلك إذا كان إيه؟ إذا كان نصابا، هذا الشرط الأكيد. ماشي. قال وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبني على حوله. لا، الاختلاف الجنس لأنه مختلفان. وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان أو من عروض التجارة انعقد عليه الحول من حين تصير قيمته نصابا. وهذا أمر مفروغ منه كما قلنا في ذلك الباب، على أنه لا بد أن يبلغ نصابا حتى تعد الحول، لأن مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة. بس نقف عند هذا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.